بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. في البداية يا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وفي النهاية يا ريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين اتنين وبس. كلمتين وبس سلسلة مخصصينها للناس اللي هم ما عندهمش لغة خالص، الناس اللي هم صفر أو تحت الصفر بمعنى أصح. كلمتين وبس هنحل في السلسلة ديت كل الإشارات أو كل الأسئلة اللي في الكتاب بكلمة كلمتين على الأقصى، كلمة كلمتين أو جملة جملتين، مهم كلمة كلمتين تقدر من خلالهم تفهم وتحل السؤال. طيب النهاردة معانا إشارة، هنشوف إزاي الإشارة اللي معانا وإزاي هنقدر نحل الأسئلة اللي عليه. الإيزولا دي ترافيكو، الإيزولا دي ترافيكو جزيرة السير أو جزيرة المرور. الإشارة دي لو جبت لك الإشارة دي في سؤال إزاي تقدر تحل الأسئلة اللي عليها كلها بكلمة واحدة أو كلمتين اتنين، تقدر نحل كل الأسئلة اللي ممكن تجيلي على الإشارة ديت من غير ما تتعب نفسك، من غير لما تقرأ السؤال، من غير لما تفهم السؤال. أنا بحاول أبسط لك الفكرة بأبسط صورة ممكنة، كلمتين اتنين وبس. طيب نشوف مع بعضنا كده كلمتين النهاردة أو الكلمتين اللي احنا محتاجينهم عشان نحل الأسئلة اللي موجودة على الإشارة دي. لاحظ معايا هنا الأول إن الإزولا دي ترافيكو هنا الخطوط هنا إيه؟ مقفولة. الاستريتشا بيانكا كونتينوا، احنا خدنا واحدة قبل منها أو في درس سابق نفسها بالظبط، بس هنا الفرق كانت الخطوط متقطعة ديسكونتينوا أو ترتجة. طيب نفرق بين الاثنين، أول حاجة تحدد خطوط الجزيرة مقفولة ولا مفتوحة. لو كانت الخطوط مقفولة بالمنظر ده يبقى إحنا محتاجين نعرف الكلمات اللي جاية دهيت. إيه هما؟ أول كلمة كلمة ديفي، أول كلمة كلمة ديفي. لو لقيت كلمة ديفي في السؤال يعني يجب، لقيت كلمة ديفي في السؤال على طول هقول له الإجابة فيرو. يبقى أول كلمة محتاجين نعرفها تكتبها كده تحت الإشارة زي ما أنا كاتب كده الإشارة والمفاتيح بتاعتها ديفي. لقيت كلمة ديفي في السؤال تبقى الإجابة فيرو، طبعا لو ما لقيتش تبقى الإجابة فالص. طيب الكلمة الثانية استريتشا بيانكا، استريتشا بيانكا خطوط بيضاء. طبعا احنا عارفين ان جزيرة المرور خطوطها ايه؟ خطوطها بيضاء. لو قبل اي لون تاني اقول له فالسو، لازم تبقى استريتشا بيانكا. يبقى كلمة ديفي استريتشا بيانكا، وكمان عندي كلمة فيتاتو ترانزيتو، فيتاتو ترانزيتو. كلمة فيتاتو ترانزيتو بتساوي او نفس المعنى بتاعت كلمة نون سيبو شوركولار. يبقى ممكن يجيب لي الكلمة فيتاتو ترانزيتو في سؤال، وممكن في سؤال آخر يجيبها لي برضه بس بصورة تانية أو بمعنى آخر أو بصورة أخرى نون سيبو شوركولاري. نون سيبو شوركولاري بتساوي هي هيها فيتاتو ترانزيتو. يبقى لقيت ديفي فيرو، لقيت استريتشا بيانكا فيرو، لقيت فيتاتو ترانزيتو فيرو، نون سيبو شوركولاري فيرو. يبقى هما عندي كم كلمة؟ ثلاث كلمات، ديفي ستريتشا بيانكا فيتاتو ترانزيتو، وفيتاتو ترانزيتو بتساوي نون سيبو شوركولار، يعني هي هي. حدش يقول لي احنا كده ايه خدنا اربع كلمات، لا هما كلمتين اتنين بس، ديفي ستريتشا بيانكا فيتاتو ترانزيتو نون سيبو شوركولار، يعني اعتبر كلها على بعضها جملة واحدة اللي انت محتاج تعرفها، بس بشرط تحدد ان جزيرة المرور خطوطها مقفولة، الخطوط هنا أو الاستريتش هنا كونتينوا. طيب ما تيجي بقى نطبق الكلام ده عملي على حل الأسئلة ونشوف الكلام ده صح ولا إيه بالظبط. نشوف مع بعضنا كده الأسئلة اللي ممكن تجي لك على هذا النوع من الإشارة. أول سؤال معنا هنا، طبعا أنا مش محتاج أقرأ معاك الأسئلة ولا أنت محتاج تقراها ولا محتاج أي حاجة خاصة. أول هام
تعمل ايه؟ تحدد جزيرة المرور هنا باللون ايه؟ باللون جزيرة المرور هنا خطوطها ايه؟ خطوطها مقفولة، خطوطها مقفولة. يبقى انت محتاج تدور على كلمة ايه؟ ديفي، او كلمة فيتاتو ترانزيتو، او في كلمة نون سيبو شوكولاري، او كلمة ايه؟ استريتشا بيانكا. نشوف مع بعضنا كده هنا بيقول ايه؟ الايزولا دو ترافيكو عفوا، الايزولا دو ترافيكو انفجورا انديكا اون تراتو دلا استرادا فيتاتو الترانزيتو. يبقى كلمة فيتاتو ترانزيت، فيتاتو ترانزيت، لقيت كلمة فيتاتو ترانزيتو تبقى تقول له فير. فيتاتو ترانزيتو يعني ممنوع السير، لا يمكن السير فيها. جزيرة المرور ديت لا يمكن السير فيها طالما الخطوط ايه؟ مقفولة. يبقى هقول له فيرو، لأن عندي كلمة فيتاتو ترانزيتو من ضمن الكلمات اللي احنا خدناها، هقول له فيرو. نشوف سؤال آخر. أهي نحدد الجزيرة الخطوط بتاعتها مقفولة، نشوف كده هنا كلمة إيه؟ استريتشا بيانكا، استريتشا بيانكا هقول له فيرو، يبقى استريتشا بيانكا هقول له فيرو، يبقى هنا الخطوط هنا خطوط بيضة هقول له فيرو، اللي فاتت كانت فيتاتو ترانزيتو هقول له فيرو. نشوف سؤال كمان كده، ندور على الكلمات اللي إحنا عايزينها، ديفي فيتاتو ترانزيتو نون سيبو شوكولاري استريتشا بيانكا، ندور كده ونشوف. اون بارت دي الاستراده كوا نون سيبو شوكولاري، نون سيبو شوكولاري، لقيت كلمه نون سيبو شوكولاري يبقى على طول هقول له فيرو. نون سيبو شوكولاري اهي، نون سيبو شوكولاري يبقى على طول تقول له فيرو. نشوف سؤال كمان، ندور كده على كلمه ديفي، كلمه استريتشا بيانكا، كلمه نون سيبو شوكولاري، كلمه فيتاتو ترانزيتو، لقيت هنا كلمه ديفي اهي، ديفي مع الخط المقفول على طول بتبقى فيرو، ديفي مع الخط المقفول بتبقى فيرو. نشوف سؤال كمان، اهي الخطوط هنا بتاعت الازلة ترافيكو مقفولة، كلمة ديفي على طول ديفي تبقى فيرو، اهي ديفي فيرو، ديفي فيرو مع الخطوط المتصلة. نشوف سؤال رقم 6، الجزيرة هنا خطوطها مقفولة، يبقى محتاج ادور على كلمة ديفي، اهي كلمة ديفي تبقى فيرو، يبقى كلمة ديفي فيرو اهي خطوط متصله. نشوف سؤال كمان، هنا ندور على كلمه ديفي او فيتاتو ترانزيت او نونسيبو شوكولاري او استريتشا بيانكا، مش موجود عندي كلمه من الكلمات دهيت، على طول تبقى الاجابه فالصو، ما لقيتش حاجه من الحاجات اللي انا محتاجها يبقى الاجابه فالصو. نشوف سؤال كمان رقم 8، ندور كده على الكلمات اللي احنا عايزينها، ديفي او استريتشا بيانكا او فيتاتو ترانزيتو نون سيبو شوكولاري، مفيش كلمه من الكلمات ديت موجوده، يبقى الاجابه هتبقى فالص. نشوف سؤال رقم 9، ندور على كلمه ديفي مش موجوده، ندور على كلمه استريتشا بيانكا مش موجوده، طبعا هنا كلمه استريتشا اتزورو، انا عايز استريتشا بيانكا، هنا المكتوب هنا استريتشا اتزورو خطوط زرقاء، لان انا محتاجها استريتشا بيانكا خطوط بيضاء، تبقى الاجابه هتبقى فالص. ندور على كلمه ديفي او كلمه استريتشا بيانكا او نونسيبو شوكولارا او فيتاتو ترانزيتو، مفيش حاجه من الحاجات دي كلها، تبقى الاجابه هتبقى فالسو. نشوف سؤال كمان، كلمه ديفي مش موجوده، استريتشا بيانكا مش موجوده، كلمه فيتاتو ترانزيتو او نونسيبو شوكولاري، تبقى الاجابه فالسو. نشوف سؤال كمان اخير، ادور على كلمه ديفي مش موجوده، كلمه استريتشا بيانكا مش موجوده، كلمة إيه كمان؟ كلمة نون سيبو شوكولاري أو فيتاتو ترانزيتو مش موجودة، تبقى الإجابة على طول هقول له فالسو. كده يبقى أنت حليت 12 سؤال بكام كلمة؟ بكلمتين اتنين وبس. الكلمة الأولانية ديفي استريتشا بيانكا، وبعد كده فيتاتو ترانزيتو اللي هي بتساوي نون سيبو شوكولاري. فيتاتو ترانزيتو نون سيبو شوكولاري كلمة واحدة، بس بمعنيين مختلفين، كلمة واحدة ولكن المعنى واحد، الكلمتين مختلفتين ولكن المعنى واحد، فيتاتو ترانزيتو هي هيها نون سيبو شوكولاري، لا يمكن السير، فيتاتو ترانزيتو ممنوع السير، الاثنين واحد. يبقى هنا الخلاصة إن الإزولا دو ترافيكو لما تكون الخطوط بتاعتها مقفولة، محتاج عشان تدور على الإجابة الصح كلمة ديفي، كلمة استريتشا بيانكا، كلمة فيتاتو ترانزيتو نون سيبو شوكولاري. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، حتى نلقاكم في درس جديد، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.